السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمد لله أيها الطلاب في هذا المقطع الثاني من شرح موضوع مسابقة في المعلومات سيتم إن شاء الله وسنشرح جميع الكلمات وجميع الجمل التي توجد في الحوار هيا بنا نأتي إلى أباقي الحوار قال عبد الرحمن يسأل عبد الكريم ما أكثر البلاد الاسلاميه سكانا بمعنى ان عبد الرحمن يسال عن البلد الاسلامي الذي كان عدد سكانها اكثر من غيرها من البلاد الاسلاميه فقال عبد الكريم اندونيسيا نعم عدد سكان اندونيسيا اكثر من عدد سكان بقية البلاد الإسلامية في العالم. وكذلك عدد المسلمين فيها أكثر من المسلمين في بقية البلاد الإسلامية. فما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ الجواب إندونيسيا. ثم قال عبد الرحمن: ما أقدم جامعة في العالم؟ جامعة هي مرحلة دراسية بعد الثانوية فعبد الرحمن يسأل ما هو أقدم جامعة أقدم من فعل قديم وقديم ضد جديد فهناك جامعات قديمة في العالم ولكن ما أقدمها والجواب قال عبد الكريم الجامع الأزهر الجامع الازهر الجامع الازهر كان مسجدا جامعا والجامع بمعنى عباره عن المسجد الجامع بمعنى مسجد كبير يجمع المسلمين لصلاه الجمعه هذا معنى الجامع الجامع هو المسجد الكبير الذي يجتمع فيه المسلمون في صلاه الجمعه وكذلك تقام فيه الصلوات الخمس، ولكن خاصة في يوم الجمعة، أن هذا المسجد يجمع عددا كبيرا من المسلمين، فلذا يسمى الجامع. ما أقدم جامعة في العالم؟ الجواب: الجامع الأزهر. قال عبد الكريم: الجامع الأزهر. بعدما كان مسجدا صار جامعة. من الذي يبنون الجامع الأزهر؟ قال عبد الكريم الذي بناه الفاطميون منذ ألف عام في مصر، نعم الجامع الأزهر يقع في مصر وكان مسجدا يدرس فيه عدد من طلاب العلم ثم تحول إلى الجامعة وكان أقدم جامعة في العالم. ثم قال عبد الرحمن: لديك معلومات كثيرة. تعجب عبد الرحمن من عبد الكريم. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة له. فقال: لديك معلومات كثيرة. يعرف كثيرًا من الأشياء. قال عبد الكريم: هل هناك أسئلة أخرى يا أخي؟ هو يعني يسأل. عبد الرحمن هل هناك باقي الأسئلة لم تجب؟ فقال لم لم تجاب فقال يا فقال عبد عبد الرحمن انتهينا أي لا يوجد أي أسئلة بعد هذا انتهينا من جميع الأسئلة في المسابقة وأجاب جميع الأسئلة انتهينا والحمد لله شكرا طيب أرجو أن تكون أرجو أن تكونوا فهمين لما يحتويه هذا الحوار ثم لديكم أسئلة استيعابية أرجو أن تجيبوا عليها وترسلوا الجواب إلى رقم الواتساب لي على بأسرع ما يمكن يقو يقال في السؤال الأول من الذين يبنون الجامع الأزهر أكرر من الذين يبنون الجامع الأزهر ثم السؤال الثاني من الذي له معلومات كثيرة من الذي له معلومات كثيرة ثم السؤال الثالث ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا ما أكثر البلاد الاسلامية سكانا هذه الاسئلة الثلاثة ارجو ان تجيبوا عليها وترسلوا الى رقم واتساب عندي باسرع ما يمكن بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته